جلبال النقاش على موجات الثقافية غدا السبت ابتداء من الساعة الواحدة. محمد إما حاضر مثلا واحد مش حاضر طيب إما الخبر عندك حاضر بعد الجينيريك بتاع قاعد مساء يدخلوا ديريكت هما محمد يدخل طول إيقاع المساء على موجات إذاعة الثقافية. مرحب بكم في الجزء الثاني من الحلقة المباشر معكم ضيفنا محمد الجبالي وكذلك جمعية تراثنا وتقريبا مجموعة الزينة يحضروا في عرض جديد عنوانه التجانية إن شاء الله باش يكون يوم 19 نحن 20 مارس 20 مارس في الاستقلال وصلت الخرجة معناتها كملوا الخرجة هما باش يكملوا يختتموا المهرجان هذايا نهار كامل 8 تاع الصباح على الساعتين هما إن شاء الله يديهم ماضي ساعة كيكا. نعم محمد الجبالي آخر عمل سجلته البارح في سوليو كامل مقطع كما قلت كل شوي من فن بلادي اللي هي تجمع 50 عنوان أغاني تونسية سميتها فن بلادي وسجلناه البارح مجموعة من المطربين ما شاء الله شاني من شوية اللي نعيش 5 والخميس علينا تلميت الأحبال بحلى حبيبتي تحلى صغرية محلى قدك والله عاجبني يا قمر يلي رشكت المشموم تحت الياسمينة في الليل إز عيونك يلي ظلم أصل الزين في العينين أصل الزين في العينين يمي العوين الزرقة قولي وقتش الملقى آتي حلتني واي وخياني خليني بجنبك يا حنين مقطع ذي من بعد يما الأسمر دوني خلوهوني السر والكمون عند غزالي انت الكل في الكل سمرة يا سمرة يا معذبتني بزينك عزيز قلبك مصابني يا خليلة يا دلولة يلي بعدك ضيع فكرك جيتينا لابني اللي غروا مني خلي قولوا اشهم يا محسون عيبك مشى في بالك جد عليك حبي يتجدد صحة محمد داخل عمل قمت به البارح في المونتاج توا بناتني نعمل ميكساج مع الصوت سمحت كيما قلت نعاود نذكر انه حبيت الفكرة انه جماعة 50 عنوان احنا مازال تروزيام كوبلية 50 عنوان رتبتهم لميتهم بفاسون ولاو اغنية متناسقة معنا الليلة عيد 5 والخميس علينا تلبنت الحباب بحلى حبيبتي تحلى السهرية محلى قدك والله عجبني يا قمر يلي رشيكتي المشموم
تحت الياسمينة في الليل، هز عيونك تيح التالي، واي واي وخياني أصل الزين في العنين، يمي العوين الزرقة قل لي وقتاش الملقة. بعد يما لس مردوني خلوهولي، السر والكمون عند غزالي، انت الكل في الكل سمرة يا سمرة يا معذبتني بزينك، عزيز قلبك مصابني. آه يا خليلة يا دلولة، يلي بعدك ضيع فكري، كي جيتينا لموني اللي غروا مني، خلي يقولوا ايش يهم. يا محسونة عيبك مشى في بالك، جد عليك حبي يتبدل يتجدد، ريتك ما نعرف وين شفتك مرة متعدية، ذوبت قلوب الرجالة. آه يا نانا يلي تمني بالفم، دورتني في صباعك، الدور الدور ما تلقاش غيري أنا. إلى آخره. يعطيك صحة محمد. زي العادية بالحارث، جمعية تراثنا، جمعية قداش عمرها ثوب؟ هذا نشاط المجتمع المدني اللي يحافظ على الهوية بالضبط بالضبط بالضبط. مش عندها جمعية طبعا. هي أوفيسيلمون خرجت في الرائد الرسمي نهار 2 أفريل 2015. يعني عام؟ عام كامل هي توا عندها عام. و أما شرجي عام. يس يس ما كناش نتصور شكون النجاح هذاك كبير. علاش شهر تقريبا توا؟ أما لا فيرتوالمون كانت موجودة أكثر من 3 سنين. معناتها علاش قلت لك 3 سنين؟ خاطر الخرجة التونسية هذه الدورة الثالثة نتاعها، معناتها عملناها 2014 2015 2014 كنا 70 واحد، 2015 كنا 2000 ومن 10 2016 قد باش نكونوا فهمتني. التيجانية السلة التيجانية اللي هو العادة تحضروا فيه مشان نهار 19 20 ما فهمتش. ستينية استقلال. اشتي التيجانية فكرة السيد المصايمين مش يعرفوا التيجانية هو أصغر العنصر وهو اللي هو اللي كونها الحق، هو اللي قام بالاستقطاب العمل هذايا فهمتني الجمعية. من العائلة فيها الإنشاد الصوفي؟ اي من العائلة. والدك؟ اي ساعة نشكر رئيس الجمعية جمعية تراثنا زين الدين بالحارث اللي قام باستضافتي، ونشكر ونشكركم انتم على بعد الشكر. شنو التيجانية؟ مرحبا بك. عايشك. التيجانية هي هو موروث داولناه من بلدان أخرى، موجودة في المغرب، ليبيا خذوها اللي هي باسم الربايبية موجودة. ونحب نذكر اللي هي راهي صحيح مجموعة نسائية تنشد في الإنشاد الصوفي، هي طريقة من الأول تخذات كيفاش رجال، من بعد نحن تونس خذيناها، ثم الزاوية في تطاوين، ثم الزاوية التيجانية موجودة في تطاوين اللي هي زاوية يقوم بها المدح والتهليل في طريقة متاع سيد أحمد التيجاني، زادة موجود في تونس. هي جات الفكرة التيجانية وجات هك جات من إطار زاوية متاع سيد أحمد التيجاني اللي في تونس، خذتها كيف زادة زاوية السيدة المنوبية في منوبة، كيف زاد سيدي بوسعيد، أيامات سيدي بوسعيد زاد قبل أخذها كأخذها على شكل ربايبية. طو كيفاش يعني هي التيجانية هي ربايبية، هي طريقة صوفية اللي خذيناها نحن مروث تونسي، خذيناها طريقة صوفية نسائية. وانت يعطيك الصحة شاب، ونحب نحييك يعطيك الصحة انك شاب تحافظ على مقومات الهوية التونسية و تشبثك بتراثنا. عايز. الفكرة كانت من عندك. أي. جمعت الأخيات. أي. وأعطيتهم الفكرة هذه. هم مشيوا معك. أي. توتهم في اللمسات الأخيرة. نعرفش اليوم عندكم بروفة. كنا في البروفة. كنا في البروفة وجينا. نواصلوا في البروفة. كملنا البروفة. وش تسمى المجموعات النسائية محمد؟ يعني مش زين. محمد فما موسيقى باش تصير في دار ثقافة ابن زيدون في العمران. نعم. وتم استضافتنا باش نشاركوا في الموسيقى هذه، الموسيقى تبدا غدوة، ما احنا باش نكونوا الحضور نتاعنا نهار الثلاث في العمران دار ثقافة ابن زيدون. نذكروا بالمجموعة، مجموعة الشيشخان التيجانية كوثر وليدة جيبسي، وفما دجلة وفما منية من حفظ السيمي الفرق بتاعها، فما هيلا شو نسميهم؟ هيلا دجلة منية اللي سيمي الفرق بتاعها العمارة انشاد الديني للفرق الأزهار انشاد الديني. مونيا معناتها فرقة تيجانية. هو اللي جمعتهم هو الشيخ صغير. الشيخ صغير هو ولدهم، راهو ولدهم كلهم يعيط لهم أمي وبابا وكل معناتها سبحان الله. يعطيه الصحة لأنه شاب صغير ومتشبث بالهوية والتراث نتاعنا التونسي. اش بتسمعونا توا؟
انا مش نسمعك على سيده كيفيه معناتها جماعه منوبه كذبوها معناتها فهمتوا ويقولوا البوها قلبي شاشة مع الزيار عايش مخمار نوم الليل ما يحلالي نوم الليل ما يحلالي لله تسري على بجر عايش مخمار تمشي لبابي البرجاني تمشي لبابي البرجاني قالوا لبوها يا حسر عايش مخمار محكم في بنتك وبنيك في بنتك وبنيك كي جابوها
شكرا لكم. محمد جبالي مش جديد هي الدرجة الموسيقية النسائية في تونس تقريبا منذ الثلاثينات موجودة. هي عندها جمهور، عندها ناس اللي تحبها وفاهم اكيد برشا اصوات حلوة. انا من جد حتى لو الموسيقي يعني نساء رجال مع شنو يقدم وكهو معناها هو اللون الموسيقي هذا.